تعالوا ندعي ربنا سبحانه وتعالى ونقول: اللهم إنا نسألك وأنت الكريم أن تجعلنا يا ربنا من أهل الفطرة السليمة، فنسير خلف آدم عليه السلام، ونكون من أهل المحبة، فنمسك بيد يحيى وعيسى عليهما السلام، ونكون من أهل التعمير، فنكون في صحبة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. واجعلنا يا مولانا من أهل العلم الدائم، فنكون مع إدريس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ونسألك يا مولانا ألا تحرمنا مددك، فنكون مبادرين، ونكون يا مولانا دائما مقبلين عليك، حتى نكون في صحبة هارون ذلك القلب الذي كان يسعى إلى الخير ولو لم يكن في المشهد. ثم نكون يا ربنا إذا أجريت علينا أزمة أو شدة، فنخرج منها إلى شدة بأن نكون من أهل إدارة الأزمات. واكتبنا يا مولانا في الراسخين مع أبي الأنبياء إبراهيم، واجعلنا معه مع الأواهين، واجمعنا بحضرة سيد المرسلين الذي على السبع الطباق فجمع كل هذه الصفات، وعلى فإنه على خلق عظيم. اجمعنا بسيد المرسلين يا رب العالمين، واجعل أسماءنا في قلب حضرة النبي بمعراج حضرة النبي. اللهم اجعل قلوبنا تعرج إليك كلما صلينا، واجعل ذلك وصلا لا ينقطع، واجعل قلوبنا من القلوب المعلقة بك على الدوام يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من أنت أقرب إلينا من أنفسنا، قربنا إليك وعلقنا بك على الدوام يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا حبيبنا، يا من ترزقنا الخير في كل وقت وحين.